أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، تأتيكم من قناة الرافدين. نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الزمان: أزمة تأخير الرواتب تتجدد والموظف يدفع ثمن مماطلة تمرير قانون الاقتراض. وفي الهيئات: تقسيم الدوائر الانتخابية في نينوى سيكرس العشائرية والطائفية والمناطقية. في العربية الجديد: إربيل تعلن توقف تصدير النفط عبر تركيا بعد هجوم لمسلحي الكردستاني. وفي الشرق الأوسط: مسيرة فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجا على الرسوم المسيئة. في البيان الإماراتية: بلجيكا توقف مدرسا عرض رسما مسيئا للنبي محمد على تلاميذه. وفي القدس العربي: قتلى ومئات الجرحى في زلزال كبير تخلله تسونامي محدود في إزمير التركية. ونقرأ في الخليج الإماراتية: 81 مليونا يقترعون مبكرا، ترامب يحشد أنصاره والاستطلاعات ترجح بايدن. بعد العام 2003 صارت مشاهد القتل والتخريب وبث السموم المحلية والأجنبية في العراق هي السمة الأبرز في حياة الوطني والمواطن. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إنه من خلال هذه المشاهد المليئة بالرعب والسموم والغدر وجدنا أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي شبه حالته في المشهد السياسي العراقي بأنه رقص مع الثعابين. الغريب أن الكاظمي لم يستثني أي أحد من ساسة العراق، وهنا مكمن الخطورة في التصريح، وعليه لا يمكن لا للكاظمي ولا لغيره الهروب من التوصيف الصريح ومحاولة تغليف الموضوع وتسويغه بطريقة دبلوماسية. مما لا شك فيه أن الكاظمي يقصد بكلامه الساسة الذين يتعامل معهم في المشهد السياسي، وغالبيتهم يمتلكون في ذات الوقت فصائل مسلحة تعبث بأمن الوطن والمواطن. الكاظمي حاول القول بأنهم مثل التعابين، لا يمكن الإمساك بهم لنعومة جلودهم أو أن لدغاتهم قاتلة. التوصيف الحكومي للواقع السياسي المليء بالثعابين هو جزء من الحل، لكن الحل الأمثل يكمن في الخطوات العملية لمنع تلك الثعابين من إلحاق الضرر بالوطن والمواطن، وإلا فربما سيكون الكاظمي أول المقتولين بسموم تلك الثعابين المحلية والأجنبية. الذي يعنينا في كلام الكاظمي ليس توصيف الثعابين الموجودة في البلاد، فكل من يؤذي العراقيين بالسلاح أو المال أو الموقف أو الكلمة هو من الثعابين، لكن الذي يهمنا هو دور الحكومة في مكافحة الانتشار الواسع للثعابين في الميادين المختلفة. حكومة الكاظمي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحزم والعمل بشدية كبيرة للقضاء على الثعابين المدنية والعسكرية، وإلا فإن تصريحاتها لا تكفي لعلاج الخلل المستفحل في عموم الدولة العراقية. الكاتب يرى أن واقع الحال المرير ربما يدفعنا للتأكيد بأن الكاظمي عاجز تماما عن ترويض تلك الثعابين أو تخليص البلاد من جحورها وسمومها قبل أن تفتك بنا بسمومها المليئة بالأحقاد والشرور والجهل. قالت صحيفة العربي الجديد إن حكومة الكاظمي لم تقدم لغاية الآن على اعتقال أو محاسبة أي من عناصر الميليشيات، على الرغم من تورطها بسلسلة جرائم مختلفة خلال الفترة الماضية. أضافت الصحيفة أن هذا الأمر أثار انتقادات سياسية من أطراف مختلفة، اعتبرت ذلك مؤشرا على ضعف حكومة الكاظمي، وهو ما يؤدي في الوقت ذاته إلى إعطاء ما يشبه الحصانة غير المعلنة للميليشيات من المحاسبة تحت ذريعة تجنب أزمة سياسية أو أمنية.
حتى الآن لم تفصح حكومة الكاظمي عن نتائج التحقيق في مجزرة صلاح الدين التي وقعت في 17 من تشرين الأول الحالي وراح ضحيتها 12 عراقياً. وتتحدث مصادر سياسية في بغداد عن سياسة تخدير حكومية عبر لجان التحقيق التي تشكل ولا تنتهي إلى أي نتائج، مثل لجان التحقيق في قتل الناشطين في البصرة وقتل عائلة الرضوانية غربي بغداد، ولجان التحقيق الثلاث في صواريخ الكاتيوشا واستهداف أرتال التحالف الدولي، انتهاء بلجان تتبع قضايا الفساد ولجنة التحقيق في مجزرة الفرحاتية. وقال عضو التيار المدني علي الفتلاوي إن الحكومة أضعف من أن تواجه الميليشيات على الرغم من امتلاكها عددا كبيرا من الأدلة على تورط الميليشيات في جرائم مروعة. في المقابل أقر ضابط في قيادة عمليات بغداد بأن المنظومة الأمنية بشكل عام ليس لها رغبة للاصطدام مع الفصائل المسلحة، فهناك تجارب انتهت بنقل أو معاقبة ضباط أو إحالتهم للتقاعد خلال العامين الماضيين. لذلك يعي الضابط جيدا أن الحكومة الموجودة في المنطقة الخضراء لن تحميه من الدولة العميقة التي تعد الميليشيات مكونا رئيسيا فيها. ولفت الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن الكثير من الجرائم المرتكبة أغلقت بلا محاسبة لأن المتورطين فيها كانوا أفرادا في الميليشيات. الصحيفة تنقل عن خبراء قانونيين قولهم إن قيادات الفصائل والأحزاب المرتبطة بها تمارس ضغوطا مختلفة على الحكومة والسلطة القضائية إذا تم القبض على أي من عناصرها متلبسا بجريمة معينة، ليتم بعد ذلك استثناؤه والتعامل معه بخصوصية ومن ثم إطلاق سراحه، الأمر الذي انعكس سلبا على مهنية وحيادية القضاء. يدور نقاش هنا وهناك وتمر تسريبات من قريب وبعيد حول الالتزام بموعد إقامة الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، فهناك أكثر من حزب أو كتلة سياسية تلمح وتروج أحيانا إلى أنه لن يكون هناك التزام بالموعد المحدد. فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة زمان ماذا سيحدث إذا قررت الكتل السياسية كسر موعد الانتخابات المبكرة؟ المسحة العامة هي عدم ارتياح لدى الأحزاب من الانتخابات المبكرة لأنها تأتي في سياق تحشيد شعبي عارم نحو رفض مرحلة مهترئة ألحقت العار بالبلاد، وفي طريق التغيير بمفهومه الجذري على الرغم من أن إمكانيات ذلك غير متوفرة، لكن الانتخابات قد تزعزع بعض الأقطاب وتزيحها عن المراكز المتنفذة أو تصنع حركة من التعددية النسبية بدل التفرد لقوى محددة في المشهد. في المقابل فإن الأحزاب قد ترتكب أخطاء جديدة فتعرقل إجراء الانتخابات في موعدها تحت ذرائع مفاجئة، لكن ذلك سيقود إلى خيارات في غير صالحها مطلقا، ذلك أن البديل سيكون تمديدا لمدة معقولة قد تصل إلى سنة، وهذا يعني شبه إلغاء للانتخابات المبكرة لأن الوقت سيقترب من الاندماج بالموعد التقليدي للانتخابات النيابية في العراق. ويترتب على ذلك خروج الحكومة الحالية عن طوق تعهداتها للقوى السياسية في أن مهمتها هي إجراء الانتخابات وعلى شيء من الاستحياء التحقيق في جرائم قتل ما لا يقل عن 600 متظاهر مدني هتفوا ضد الظلم والفساد، بالإضافة إلى مظلوميات عراقية متجذرة لم يقم أحد بفتح ملف واحد منها في السنوات 17 الأخيرة. الكاتب يرى أن حكومة الكاظمي ستقوم باستكمال بعض مفرداتها على نحو كامل الصلاحيات مثل أي حكومة لها من الزمن في الحكم 4 سنوات، وهو الأمر الذي لن يرضي قوى سياسية كثيرة قبلت بالتغيير الحكومي قبل شهور على مضض وتتجرع عد أيامه يوما بعد الآخر بصعوبة تامة. تترقب الدوائر الإيرانية الرسمية عن كثب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتراهن ضمنا على فشل الرئيس دونالد ترامب، ولكن عجزها عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة لا يثنيها عن التركيز بشكل حثيث على احتواء وقمع احتجاجات شعبية لم يتم إخمادها تماما، وذلك منذ انطلاقها في 2017 ووصولها إلى ذروتها مع انتفاضة البنزين في نوفمبر 2019، هذا ما أشار إليه خطار أبو دياب في مقالة في صحيفة العرب اللندنية.
شهد عام 2020 انتكاسات إيرانية متتالية منذ مقتل الجنرال قاسم سليماني وعدم الرد الموعود عليه، وتداعي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي تحت ضغط العقوبات وجائحة كورونا، وكذلك سلسلة الانفجارات والحرائق الغامضة التي استهدفت البرنامجين النووي والصاروخي. وألقى هذا الوضع الكارثي بظله على النادي الإيراني في الإقليم من بغداد إلى دمشق وبيروت، حيث حصلت انهيارات اقتصادية لا سابق لها على وقع حراك شعبي في العراق ولبنان وقانون قيصر وسواه من العقوبات. وعلى الرغم من فشل واشنطن في فرض تمديد حظر تصدير السلاح إلى إيران، لم تتمكن طهران من التملص من الضغوط القوية قبل أشهر على موعد انتخاباتها الرئاسية التي ستشكل اختبارا لخلافة المرشد ومفتاحا لأي مفاوضات أو مواجهة مع واشنطن. ومن الدلائل المستجدة على هامش المناورة الخارجي الضيق لطهران يسجل الموقف الإيراني المتغير إزاء النزاع في قرباخ، إذ خلافا للموقف الداعم لأرمينيا كما حصل في المواجهات السابقة، تؤيد إيران مطالبة أذربيجان باسترداد الإقليم المتنازع عليه لسبب داخلي في المقام الأول، مراعاة للمكون الأذري الذي يعد من أكبر المكونات غير الفارسية في البلاد. ويسري هذا الهم الداخلي على أولوية منع تجدد الاحتجاجات على نطاق واسع. ويختتم الكاتب بالقول إنه بانتظار استحقاقات كثيرة يبدو المشهد الإيراني مليئا بالتحديات وإمكانات التغيير، ومهما كان لاعب الشطرنج ماهرا ومهما كان حائك السجاد متمتعا بالبصر، فإن مرحلة ما بعد سليماني التي دشنت حقبة النكسات وتراجع المشروع الإمبراطوري يبدو أنها ستتواصل وتعمق الأزمة البنيوية لنظام ولاية الفقيه. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عن الإجراءات الفرنسية المناهضة للمسلمين عقب الأحداث الأخيرة وما تضمنته من إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسلطت الصحيفة في تقريرها الأوضاع على الفرنسيين المسلمين المتواجدين في خضم هذه الأحداث، لافتة إلى أن مهدي بليباس الفرنسي من أصل جزائري ويعمل منذ 12 عاماً كنائب لعمدة الضاحية التي يعيش فيها، يشعر بتخوفات حقيقية مما يجري. الصحيفة أضافت أن السؤال الذي دار في ذهنه طوال الأسبوعين الماضيين، هل يجب علي مغادرة فرنسا بعد النقاش الحار والمعادي الذي غداه الرئيس إيمانويل ماكرو عقب مقتل مدرس التاريخ الذي عرض كاريكاتيرا مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشارت إلى أن ماكرو بدأ حملته ضد ما أسماها الانفصالية في فرنسا العلمانية بداية شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري، وقال إن الإسلام في حاجة لإصلاح وحركة تنوير، وهو كلام عده المسلمون في فرنسا وخارجها خطابا فوقيا. وذكرت أن تصريحات ماكرو والمسؤولين في حكومته أثارت ردة فعل في العالم الإسلامي، إلا أنها أثارت حيرة 6 ملايين مسلم فرنسي وكلهم ينبذون العنف، ولكنهم خافوا من وصمهم بالإرهاب في الوقت الحالي. وأكدت أن الهجوم أمام الكنيسة في مدينة نيس سيزيد من التشويش على الرغم من شجب القادة المسلمين له. ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية نزيها معيوفي أنها خافت من أن يستخدم الساسة والمعلقون هذا الهجوم كوسيلة لتصوير الإسلام عدواً من الداخل. وبحسب الصحيفة بدا شعور الحيرة بين مسلمي فرنسا واضحاً في ضاحية إيفري سورسين شرق العاصمة باريس، والتي تعيش فيها الطبقة العاملة والتي عاش فيها واندمج آلاف المسلمين اقتصادياً واجتماعياً منذ 50ينيات القرن الماضي. الصحيفة تنقل عن محمد أكريد مدير منظمة النور قوله إن حملات القمع التي تشنها السلطات الفرنسية ضد الأفراد والمنظمات قد تخلق مزيداً من الإرباك ولن تؤثر على عملية مكافحة تأثير المتشددين. عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية كتب إيميل أمين مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط، قال فيه إن السؤال الرئيسي الذي يواجه الأمريكيين صباح يوم الأربعاء المقبل هو إلى أين نحن ذاهبون، وهل ضروب أمريكا معبدة للسير عليها في سياق من انتصار الديمقراطية؟
مهما يكن من شأن المرشح الذي ربح السباق، أم أن طرق واشنطن ستكون مليئة بالجراحات والألم المتوقع من جراء احتضاء النسيج المجتمعي الأمريكي؟ لا يمكن في واقع الحال للمرء أن يجد جواباً لعلامة الاستفهام المتقدمة بعيداً عن توجهات ترامب، والتي أزعجت الأمريكيين، وفي مقدمتها أنه ليس واثقاً من أن التصويت عبر البريد سيكون نزيهاً. الأمر الآخر الذي يجعل دروب الأمريكيين مليئة بالمخاوف يتمحور حول تصريحات ترامب برفض تسليم السلطة إذا خسر أمام المرشح الديمقراطي. نحن إذن أمام توقع قد يكون هو الأكثر قرباً من الواقع، أي اعتراض حملة ترامب على نتيجة الانتخابات واللجوء إلى المحكمة العليا. الكارثة في المشهد الأمريكي، وكما تبينت من استطلاع رأي لوكالة رويترز، أن 4 من كل 10 من الأمريكيين لن يقبلوا هزيمة مرشحهم في هذه الانتخابات، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لسيناريوهات الرعب المختبئة بين حنايا وثنايا الديمقراطية الأمريكية. هل يعني هذا أن انتكاسة كبرى قد تلحق بالحياة السياسية الأمريكية؟ الأمر الذي يفتح الأبواب واسعة أمام السيناريو الجهنمي، أي سيناريو الصدام العرقي والطائفي من جهة، والأيديولوجي المسيس من ناحية أخرى. قبل أسبوع من الاقتراع الرسمي، كان البعض من أنصار ترامب وبايدن يقيمون مخيمات بالقرب من مراكز الاقتراع حاملين أسلحة آلية، الأمر الذي جعل الخوف يدب في النفوس مما يمكن أن يحدث بعد 3 نوفمبر المقبل. وبحسب الكاتب، فإن الخلاصة المؤكدة هي أن أمريكا ومن جديد أمام لحظات مفصلية في تاريخها المعاصر، فالانتخابات الرئاسية ستفتح هذه المرة الكثير من الجراحات في الجسد الأمريكي، وبعضها غائر إلى عمق عميق. قررت جمهورية الشيشان منح كل مولود جديد يسمى على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100,000 روبل روسي، أي ما يعادل $1,300 أمريكي تقريباً. يأتي هذا بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف في البلاد. وسيسري هذا العطاء على المواليد في الشيشان الذين ولدوا خلال يومي 28 و29 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري. ونقلت وكالة تاس الروسية عن أحمد حاج قاديروف أمين صندوق العام الإقليمي في الشيشان قوله إنه سيتم دفع مبلغ 100,000 روبل روسي لكل مولود حديث اسمه محمد تيمنا بالرسول الكريم محمد. من جهته، أشار أحمد دودايف وزير الإعلام والصحافة في الحكومة الشيشانية إلى أن الحدث الخيري جاء ليتزامن مع المولد النبوي الشريف، حيث ستحصل كل عائلة رزقت بمولود في الفترة بين 28 و29 من تشرين الأول وتطلق اسم النبي أو اسم أحد أفراد آل البيت والصحابة على 100,000 روبل مكافأة. والآن لنذهب معا لنطلع ولنشاهد بعض الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذه الرسوم نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام الجديد. نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.